احنا نطلبوا من السيد وزير العدل اللي قاعد يقول نطبق القانون، ابدا القانون طبقوا بينا، احنا اللي عامين وحنا نعانيو ومانيش مستعدين نزيدوا نعاودوا ودي الشرع ونزيدوا نستناو. وحنا باذن الله لما يجيناش الرد في اقرب وقت احنا مستعدين نزيدوا نطلعوا لوزاره العدل. راهم داو لنا حقنا وراهم داو لنا حق اولادنا وحق احبابنا، ماذا بك يا وزير العدل؟ شوف لنا حل القضية هذه، وزارة كل شوف لنا قضية في الحل في القضية هذه، وحنا رانا لما فرزوها الناس هنا رانا ناويين إن شاء الله نقصدوا ديريكت وزير العدل. يروح يجيب هو يروح يجيب وكالة هكاك تبيع سيارات بوهمية، ها الدولة ما تحسبوش، ومن بعد يصورد الناس وعلى الآخر يزدوا حنا يطيشوا فينا ويلعبوا بينا، هو اللي يخرج برا ما لهوش ولينا حنا، ما بقاش هنا، دروك اللي عاد واحد ياكل خوه كل يخرجوا ولينا دروك حنا ناكلوا بعضنا كل ناكلوا بعضنا تتبدل الحكاية. دروك حنا نطالبوا من العداله ونطالبوا من الوزير في حد ذاته بعد يقعد يقول نطلب ندير في العداله يا خويا طبق العداله في الحكايه هذه تبدا من هذه نروح نشوفوكم ابداوا لنا العداله من هذه راه ها حنا جايين